زميلي العزيز محمد دقروري من الإمارات وتحديدا من إمارة دبي، مرافقا لبعثة النادي الأهلي هناك في هذه اللحظة. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير على كل مشاهدي الأهلي الليلة. طيب عايزين نطمن منك بقى على أجواء المعسكر والبداية، سواء من أول مطار القاهرة لما الفريق استقال الطائرة وسافر إلى الإمارات، والاستقبال بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، والتدريب اللي انتهى منذ لحظات. طبعا يا محمد انت عارف الاجواء هي مش غريبه عليك، انت عشتها كتير قبل كده. زي كل اجواء زي النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، كل حاجه متنظمه على اعلى مستوى. الفريق كان التجمع في المطار من الساعه 8:30 صباحا. تمام. الطياره كانت الساعه 10 الا ربع، اتاخرت بالظبط ربع ساعه، يعني طرنا الساعه 10، وصلنا الساعه 3 بتوقيت دبي. تمام. بعد كده من المطار مباشرة طبعا كان في استقبال الفريق كابتن سيد عبد الحفيظ اللي سافر امس، كان وصل امس يعني رتب كل الامور، الفرقة هو كابتن سمير عدلي. وتوجهنا من المطار مباشرة الى فندق الاقامة، كان في راحة حوالي ساعة ساعتين بالظبط، وبعد كده كان التجمع 7 الا ربع في الفندق تحت. توجه الفريق بالكامل ما عدا احمد الشيخ ومحمود وحيد ومحمود متولي، كانوا اكتفوا بالجيم. توجهنا الى كنا تدريب النهارده على ملعب شباب الاهلي يتبع نادي اهلي دبي، وطبعا احنا والبعثه طبعا بتشكر كلها نادي اهلي دبي على حسن الاستقبال والضيافه. وحضر تدريب القنصل وائل فتحي القنصل العام بالانابه، وطبعا التدريب كان هو ساعه واحده بس تدريب، شملت بعض يعني الاطالات، وكان بس كان في تقسيمه يعني، وشارك فيها كل اللعيبه بلا استثناء. طيب عايز اطمن منك برضو على يا محمد ان حضر جمهور النادي الاهلي، رغم ان يعني ده كان سؤالي ليك يا محمد، وانت عارف الاجواء وعايش الاجواء في الامارات كذا مره، ودايما بيبقى اكتر حاجه بتسعدنا لما الاهلي بيروح الامارات عشان جمهور النادي الاهلي اللي هناك. عايز اقول لك ان في ناس كانت موجوده لما عرفت ان الفندق اللي انت فيه الاهلي، كان في ناس موجوده من الساعه 1 الظهر مستنيه البعثه، من قبل ما الفريق يجي يعني، من الساعه 1 الظهر بتوقيت الامارات كانت في ناس مستنيه جوه الفندق اللحظه اللي هيجي فيها النادي الاهلي. وطبعا كلهم جم حضروا تدريب، وكان اللي عجبنا حتى اللعيب كل الجمهور اللي حضر التدريب النهارده، ان هم كانوا بيقولوا كلمه واحده بس لكل اللعيبه: افريقيا يا اهلي. تمام، رسالة كويسة ورسالة إيجابية في توقيت مهم، عشان كده قلت المعسكر يا محمد جاي في توقيت كويس جدا، لأن مش شغل فني وبدني بس، لا كمان دفعة معنوية للجهاز واللعيبة إن هم يعيشوا أجواء ممتازة وسط جمهور النادي الأهلي هناك في الإمارات. أنت عارف دايما يا محمد إن النادي الأهلي لما بيكون داخل في بطولات هامة وبطولات مهمة، المعسكر ده بيبقى مفيد جدا جدا للمدير الفني بالذات، لأن ده يعتبر أول معسكر يعمله مستر فايلر للفريق خارج مصر. ده اولا. ثانيا انت عارف ان دايما بتبقى بشره خير، يعني لما عملنا معسكر الامارات في 2012 خدنا بعدها سنتين افريقيا، لما عملنا معسكر اسبانيا رجعنا خدنا الدوري بفضل الله والسوبر، الدوري سواء مع مستر لاسارتي او كابتن محمد يوسف، او السوبر مع مستر فايلر، فدايما بتبقى بشره خير. وانت عارف يعني الناس كلها طبعا هنا بتسال عليك، ودايما بتسال على كل زمايلنا، سواء انت او سواء اكيد طبعا كانت ايام ممتازه، كابتن الشاطر كابتن عبد الحميد حسن، الناس كلها يعني بيقولوا لنا سلموا لنا على كل فرد في قناه الاهلي. تحياتنا لكل جمهور الاهلي هناك. يعني انكر دور الكبير اللي عامله الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يوفروا للبعثه كلها كل حاجه، كل سبل الراحه. طيب البرنامج الزمني اكيد طبعا الجدول محدد بالنسبه للتدريبات حتى موعد العوده الى القاهره، بكره تمرين الساعه كام، او كل يوم التمرين هيبقى الساعه كام؟ غدا بكره التدريب هيبقى تحرك 5 الا ربع من الفندق، بس التدريب بكره في نادي بقى اهلي دبي نفسه. النهارده كان في ماتش، النهارده الاهلي دبي كان بيلعب ماتش، فكان التدريب في نادي شباب الاهلي، لكن أكيد بكره هيبقى في نادي اهلي دبي، تحرك من الفندق 5 الا ربع، تدريب الساعه 5 الا ربع بالظبط. ده التوقيت، ده توقيت القاهره، ده توقيت دبي، ده توقيت دبي القاهره، يبقى عندك الساعه 3 وربع، 3 وربع العصر. انا كل التوقيتات اللي بقولها لك دي توقيتات دبي، توقيتات دبي هي انتوا عندكم انتوا قبلنا بساعتين. تمام مظبوط. طيب حاجه اخيره يا محمد، المباراه الوديه تحدد طرفها ولا لسه الجهاز الفني ما اعلنش او ما حددش بشكل رسمي؟
لا لسه ما حددش بشكل رسمي يا محمد، هو يعني هناك يعني بعض المحاولات، لكن هو لسه ما تحددش اي حاجه لسه. أكيد هو أكيد. الغرض من المعسكر يا محمد هو ان يعني البعد عن الاجواء شويه في مصر، تمام؟ تجهيز يعني تجهيز اللعيبه في المعسكر ان هم يشتغلوا على جوانب معينه مستقبل عايز يعملها في التدريب، جوانب معينه. هي فرصه طيبه الجهاز الفني يكون قافل على الفرقه لمده اسبوع، اولا مقر الاقامه طبعا. انا عايز اقول لك على حاجه يا محمد، يعني قول. احنا الماتشات الوديه انت عارف الماتشات الوديه مستر بايلر ما بيحبش انها تتذاع، يعني احنا زي ما انت عارف يعني احنا ما زعناش الماتش، كان بدينا ان احنا نذيعه، بس طبعا كانت يعني كان انت عارف يعني الرؤيه الفنيه الكامله ده الاساس طبعا. يعني طبعا سوبر يعني طبعا الرؤيه الفنيه الكامله ده الاساس. ما انا بقول لك هي فكره المعسكر بتبقى فرصه طيبه ان الجهاز الفني يقفل على اللعيبه، يعمل محاضرات نظريه، يعمل محاضرات سكاوتنج تحليل للفرق اللي هيلاعبها حتى في افريقيا الفتره اللي جايه، يشوف امكانيات اللعيبه، تهيئه اجواء جديده. طبعا الجو حاليا في الامارات جو اوروبي وممتاز جدا، معسكر على اعلى مستوى، فكل الاجواء دي بتخلي الفرقه فريش، دفعه معنويه، استعداد بدني، استعداد فني. فان شاء الله باذن الله الجهاز الفني يعني بنسبه كبيره او بنسبه 2% كل الطموحات اللي عايز يحققها من خلال هذا المعسكر ان شاء الله ينفذها بشكل جيد، عشان باذن الله ده يعود بقى بشكل ايجابي على المرحله اللي جايه مع استئناف الدوري يوم 25 نوفمبر. زي ما انت بتقول يا محمد وخبرتك العالميه وخبرتك طبعا في قناه الاهلي، انت اكتر واحد عارف المعسكرات دي بتبقى مفيده قد ايه، وان شاء الله باذن الله تكون يعني دوله الامارات تكون وش الخير على النادي الاهلي باذن الله. طبعا من يعني بالنيابه عن قناه الاهلي احنا بنشكر كل السلطات في المطار في الامارات على كل التسهيلات اللي عملتها للبعثه، وده بيدل على روح الاخوه والشعبين الشقيقين، وان فعلا يعني مصر والامارات وعلاقه يعني من الامد يعني. أكيد. زميلي العزيز محمد دكروري بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب ليك وللبعثة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة نطمن أكتر وأكتر ويكون المعسكر حقق الهدف المرجو منه من خلال شغل فني وبدني خلال الأيام القادمة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر.